متن قواعد الرمي. القواعد الأربع قبل البدء بالدراسة لابد من أمور. الأمر الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ سبحان الله، مر معنا صح؟ لأن هذا المثل مثل في التوحيد صح؟ والشرك، لماذا ندرس الشرك حتى لا نقع فيه؟ إذا هذا الأمر معلوم، لماذا ندرس التوحيد في القواعد الأربع؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المثل مثل القواعد الأربع؟ لماذا درسنا الأصول الثلاثة ثم ندرس الآن القواعد الأربع؟ لماذا؟ نصيحة العلماء، ليس لنا نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم، لا بد أن نسير على النهج والخط الذي خط لنا العلماء حتى نصل لما وصل إليه. فنصح العلماء أن أول ما يدرس التوحيد، وأول ما يدرس التوحيد متن الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع. هذا نصيحة العلماء. طيب، ما السبب في تأليف هذه؟ أخذنا السبب في تأليف الأصول الثلاثة والله أعلم، حتى نجيب عن أسئلة القرآن. ما السبب؟ السبب والله أعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه القواعد الأربع حتى نستطيع بها أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمانه، والإشكال بالشبه، شبه خطارة. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى كيف نرد على الشبه بإذن الله في كتاب التوحيد. إذن سبب تأليف هذه الرسالة المباركة حتى نستطيع أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا. الفرص، اتفقنا من قديم أن الإنسان أول ما يقرأ في الكتاب مقدمة فهرس، فنريد أن نفهرس هذه القواعد الأربع. الله أعلم، إذا أردت أن تفهرس أو تقسم هذه القواعد تقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدمة، وفي هذه المقدمة عنوان السعادة. القسم الثاني، لماذا ندرس التوحيد؟ وذكرنا هذه المسألة أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز، وجل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتكلم عن هذه المسألة، تكلم عن هذه المسألة في أصول الثلاثة، هنا في القواعد، في كتاب التوحيد، في كشف الشبهات، في جل مؤلفات الشيخ الله تعالى يذكر هذه المسألة. لماذا ندرس التوحيد؟ لأنه هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة تعليم الناس التوحيد، وقال التوحيد عرفنا، ولا داعي أن نعلم الناس التوحيد، أو لا يعلم التوحيد إلا من له شروط كذا وكذا وكذا، قد لا تتوفر في الأئمة. أعلم هذا القسم الثاني المقدمة وفي عنوان السعادة، لماذا ندرس التوحيد؟ القسم الثالث القواعد الأربع، ولله الحمد. هذه فرصة القواعد الأربع، كم قسم؟ القسم الأول ثلاثة، المقدمة، مقدمة وفي عنوان السعادة، فيها عنوان السعادة. الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ وهذا كثير. وهذا والقسم الثالث هي القواعد الأربع، قواعد أربع باختصار، تأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، من يحفظ القواعد الأربع؟ مثلا صغير بسيط جدا، الله تظل من المغرب العشاء تحفظ ولا شيء. واحد، من يحفظ القواعد الأربع؟ استغفر الله العظيم، والله ما يصح هذا، والله ما يصح. أنا لو قالوا تذهب لعوام ولا تذهب لكذا ما في شك. طلاب علم ما يحفظ متون، أسهل متون هذه، أصول ثلاثة، قواعد أربع، كتاب التوحيد، واسطية باللغة المرأة، هذه لابد تحفظ، كل طالب لابد يحفظ هذه المتون. ما هو خلق بحفظها يعني. طالب علم تحفظ، ما الذي يمنع من الحفظ؟ إيش اللي يمنع؟ ولا شيء. لماذا يعني لا نحفظ؟ لماذا الشناقطة يحفظ؟ طيب لماذا الشناقطة يحفظ؟ في فرق بينك وبين؟ لا، لكن هو يريد أن تحفظ، أحفظ أنت لا تريد تحفظ. الأم في شقيق في القديم يعني، الآن بعضهم تعرف لا يحفظ هناك، لا، الأم هنا في بعض المناطق تسكت الولد كيف؟ بالضبط. هذه الأم هنا في بعض المناطق، في شنقيط كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ينشأ الولد وينشأ ناشئ فتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فأخرج
حافظ صح؟ شلون حافظ كل حافظ؟ يحفظ راجع. الحفظ في أول الأمر يكون شعب، ثم إذا اعتاد الإنسان عليه يسهل، يكون سهل جدا. قلنا لكم قال ما قلت المحدث قط أعد عليه. وتحفظ تكون إمام عندما تعلم وتتدبر، ثم بعدها تستعين بالله العمل. طلب منك أن تلقي كلمة من هذا الذي تحفظ، ثم إذا طلاب العلم لم يحفظ من يحفظ إن شاء الله؟ هذا ما يصح، يعني ما نستطيع أن نمشي بدون حفظ. توقف. متن القواعد أربعة، نعم. قال ما يصنع لي أعدائي إن جنتي في صدري، إن كان في السوق في العلم في السوق. علمك الذي ترى في الضلال هذا علمك، إن غيره لا ينفع. ثم عندك وسائل اليوم، والله توفرت لنا وسائل لم تتوفر للإمام أحمد، صح؟ نعم نعم. اعلم أرشدك الله من طاعته. من قال هذا الكلام؟ اعلم رحمك الله أن من قال هذا الكلام؟ اعلم أرشدك الله من طاعته. محمد بن عبد الوهاب رحمه، قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استفتح أولا، أشوف أفتح الله عليك، لذلك تتلعثم بالكلام أنت استفتح. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسم الله والحمد لله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية حنيفية في لا هذه الثانية. نعم. أجلس بعد العشاء تسمع علي. حاضر. طيب تحفظ؟ أود مقدمة تحفظها؟ ولكن لازم تكرار عن المقدمة أفضل. تعرف المقدمة؟ بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال معالك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله تعلم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مما وأن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا عطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة أنواع السعادة. الله يسعدك في الدنيا وفي الآخرة. اجلس. هذا العلم علم لابد يحفظ. أولا حفظ، دور الآن تحفظ ثم تدرس. بدون حفظ لا يصلح. الذي يحفر في البحر هذا اللي يتعلم بدون يحفظ، يحفظ مثل الذي يحفر في البحر، مجنون مجنون. نعم. طيب دعا في الأصول الثلاثة ثلاث مواضع، وأنا في القواعد الأربع في موضع، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لماذا يتولاك في الدنيا والآخرة؟ قال وهو يتولى الصالحين، إذا تولاك الله فأنت صالح، ثم ما أحد يستطيع أن يضرك بشيء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من هم أولياء الله؟ من هم؟ من يعرف؟ من لا يعرف من هم أولياء الله؟ أولي. من هم أولياء الله؟ أولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. والدليل ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ يعني من هم؟ شرح للآية، الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي جمعوا بين الإيمان والتقوى. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي، ينام بين القبور ويشرب الخمور ويزني ويسرق ولا يأتي بالطاعات ويأتي بالمنكرات والمعاصي، هذا ولي والله لا شك في ولايته. لكن من أولياء شيطان، صحيح؟ نعم. طيب ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سمى الفرقان، بين من؟
لا بد أن تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. تولاك في الدنيا والآخرة، أجعلك مباركا أينما كنت، أجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. هذه المقدمة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أي من يعلم؟ أوقف. أي أو وعلى الصيد. لو جاءنا طالب وقال هذه المقدمة سرقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ابن القيم، ايش تقول؟ هذه المقدمة هي مقدمة ابن القيم. لو قال أنت تعرف أن بعض الطلاب هدانا الله إياه يعني ما يصدق مثل ما يجد شيء، فماذا تصنع؟ نقول هذا كيف أولا تتكلم عن العلم؟ الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ الألباني المشايخ كلهم يعرفوا هذا، لماذا ما جاء واحد من العلماء وتكلم بهذا وأنت تتكلم بهذا؟ ثم لو تنظر الآن في علم الشيخ محمد بن عبد الله، من مشايخه في الحقيقة؟ شيخ ابن القيم وشيخ الإسلام، صحيح؟ صح أم لا؟ نعم، هو أخذ منهم فهو مشايخ ولا أشكى أن نتكلم بهذا الكلام. وهذا العلماء كل واحد منهم يأخذ متأخر عن المتقدم، وعلى هذا سار السلف، ولا أشكال في هذا. أنت لو تنظر الآن، الآن لماذا تدرس سورة ثلاثة أقوى على أربعة كتاب التوحيد وسطية؟ لو سأل وقال ماذا تعتقد؟ قال أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لإطفاء الدين كله وكفى بالله شهيدا. تسرد العقيدة الواسطية كاملة، صحيح؟ هل هذا افتراء على الشيخ الإسلام أو السلف أو كذا؟ لا. لو تنظر الآن في عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب تجدها هي الواسطية تقريبا، لا إشكال في هذا لأنه شيخ أصلا. ثم هذا معتقد أهل السنة والجماعة، جماعة شيخ الإسلام ولله الحمد ونحن أخذها منه ولا إشكال بها. طيب، إذا أتولى في الدنيا والآخرة ونجعلك مباركا إنما كنت. ثم ذكر أمور ثلاثة، هذه الثلاثة هي عنوان السنة. إذا أعطي شكر، أولا لابد أن تعلم هل النعمة ابتلاء أم لا؟ مع الدليل، من يعرف؟ هل النعمة ابتلاء نعم أم لا؟ مع الدليل، نعم يا أخي. نعم ابتلاء، ما الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه، إذا ابتلاه ربه فلما رآه مستقرا عنده وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذا النعمة ابتلاء، فتحوا عليك النعمة، كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي ابتلاء تحتاج إلى شكر، وكل نعمة بحسبها. شكر النعمة كيف يكون؟ كل نعمة بحسبها. نعمة المال ينفق في طاعة الله، العلم كذلك، البصر ما تنظر إلا في ما أحل الله. لكن النعمة تحتاج إلى أمرين، إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي لابد أن تشكر بالقلب واللسان والجوارح. مرة أخرى، النعمة ابتلاء تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر بالقلب واللسان والجوارح. يمشي هذا الآن الأخ في الطريق وراء القصور والعمائل السيارات متاع الدنيا، يقول يا سلام لو يتعرف علي الرئيس أو التاجر أو الملياردير أو الوزير أو كذا، ويقول خذ من مال ما شئت ودع من مال ما شئت، أو يعطيني شيك مفتوح أو شيك بمئة مليون، صح؟ في الغالب الناس يفكروا على هذا ولا لا؟ صحيح؟ نعم، يفكر في هذا.
الجنة تطلب من من؟ من من نطلب الجنة؟ من من؟ من الله. لماذا؟ إن الله هو الذي يملك الجنة، ولا يقدر أحد على خلق الجنة إلا الله. طيب الرزق تطلب من من؟ لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذا التعلق بالمخلوقين ما يجوز، نوع من الشرك. وتوكل على الحي الذي لم. إذن هذا الذي يتخيل بعض الناس يقول له تعرف عليه وكذا، هذا ما يصح. تعلق بغير الله. وهذا تسمع في الأخبار اليوم، معليش، أخبار سوريا أحيانا يأتي بالخط العريض. أين حكام العرب؟ إيش تريد منهم؟ طلب من الله يا أخي، صح؟ بعض الناس قال خذلونا فلان وخذلنا كذا، ماذا صنع لنا العلماء؟ بعض الطلاب حتى يقول ماذا صنع لنا العلماء؟ ضيعونا. أعوذ بالله، أنت متعلق بمن؟ بالمخلوق؟ تضيع ولابد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق واعبدوه واشكروا له. هذا التوحيد يا أخي. أما أنك تفكر في هذا التاجر أو في الوزير أو في الغني أو في العالم أو في كذا أو في كذا، لا، ما يمكن تعلق بغير الله. إذا قبل أن تأتي النعمة ما تتعلق إلا بالله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، مفهوم؟ وهذا اتركه التفكير. طيب عندما تخرج ترى متاع الدنيا وكذا، ماذا تصنع؟ تقول لبيك اللهم لا عيش الا عيش الاخره، مفهوم؟ نعم، يعني ما تريد الدنيا، تريد الاخره. نعم، هذا قبل ان تاتي النعمه. اذا قبل ان تاتي النعمه لابد من تعلق بالله لا بغيره، لا وزراء لا حكام لا كذا لا كذا. او قال جاءت النعمه، ماذا تصنع؟ شكر. بماذا تشكر النعمه؟ بالقلب اقرار واعتراف ان كل ما بك من نعمه فهي من الله. باللسان اما بنعمه ربك فحدث، هذا من فضل ربي لابلون اشكر مكفر. بالجوارح تسرف هذه الجوارح في شكر المنعم لا في كفر المنعم. تفضل ودعوني، يعني استسمح لكم عذرا ان تتركوني اذكر لكم قصه ذكرها ابن الجوزي عفى الله عنه. العلماء علماء السنه يذكرون قصص يعني من باب الاستئناس ويذكرونها نادرا، مفهوم؟ طيب، جاء الكلب للأسد. ابن الجوزي عفى الله عنه يقول جاء الكلب للأسد وقال يا ملك السباع، أمير الغابة، ملك الغابة هذا أسد، وقال يا ملك السباع إن اسمي هذا خسيس حقير لا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى كلب. فأبى عليه الأسد وقال لا، إن من طبعك الخسة، كلب خسيس، إن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب. فأبى الكلب، قال لا تغير اسمي، قال لا. المهم يعني حصل بينهم إلحاح من الكلب وأبى الأسد عليه. فعندما رأى الأسد الإلحاح من الكلب قال اسمع، خذ هذه القطعة من اللحم واحفظها لي للسبع، يعني اختبار، إن حفظت هذه القطعة من اللحم إلى السبع غيرت اسمي من كلب إلى كلب. فرح الكلب وأخذ القطعة من اللحم وطار، ذهب إلى المكان الذي ذهب إليه وجلس يفكر طيلة الليل. كلب، أسد، جوع، لحم، آكل لا آكل، آكل لا آكل، حتى قرب الفجر واشتد الجوع والبرد. فقال الكلب بعد تفكير طويل يعني وكلام، قال الكلب والله إن اسم الكلب اسم حسن، وأكل لحم. الشاهد من هذه القصة الذي لا يصبر عن المحرمات هذا راضي بالخسة، والذي يصبر عن المحرمات هذا راضي بالعزة. وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا،
إذا خرجت من هنا إلى تنظر أو لا تنظر، أشوف نفسك كلب أو أسد. طيب كيف تعسل؟ لا بنعم الله، بما رأى من الله، مفهوم؟ نعم. إذن النعم تحتاج إلى تعلم قبل أن تأتي، وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر قلب تعتقد، لأنه بعض الناس لبس عليه الشيطان، قل نعم تحاضر أنت إمام وكذا وما شاء الله وحللت اختبار ونجحت المركز الأول وكذا، بماذا؟ قال هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر وعاق جبيني وكذب، أعوذ بالله. هذا كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافر. من أين لك هذا؟ واحد إيش يقول؟ هذا من فضل ربي لبلون أشكر أكثر. كيف نجحت في اختبار؟ قال بفضل الله. كيف قال الحمد لله. ذل لسانك بالشكر المنعم المتفضل. قلب لسان جوارح. إذا أعطي شكر، شكر النعمة الآن، درست الأصول الثلاثة، كيف تشكرها؟ تعمل، تدعو، تعلم، ترجع الناس تعلمهم أصول ثلاثة. نعم. وإذا ابتلي صبر. الناس عند المصيبة انقسموا إلى أربعة أقسام، متسخط وصابر وراضي وشاكر. تسخط، تسخط كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يصل أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر. كيف يتسخط؟ يتسخط بقلبي وبلساني وبجوارحي. بالقلب يقول ابن القيم رحمه الله، يقول أن البعض لا يتجاسر أن يقول هذا بلسان، لكن النفس التي بين جنبين تشهد عليه من ظنه بربه ظن السوء. يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحق، ولماذا فلان لديه زوجة وأولاد وعنده أموال وأنا ليس عندي شيء وأنا أحق بالمال منه. تسخر، احترام على قضاء القدر. قلب، لسان، أف، يلهوي، يصيح، تسخط بالجوارح، شق الجيوب، نتف الشعور، اللطم، تكسير، أو يعني بالسيارة تتعلم ماذا أسمع، صح؟ تسخط ولا شيء. الثاني من الناس صابر. الصبر واجب بإجماع الأمة، والصبر مثل السم مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه. أعلى من الصبر الشكر، وأعلى من الشكر الرضا. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. المهم لابد أن نعرف الآن أن الناس عند المصيبة قسموا الأربعة أقسام، متسخط كبير وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر، قلب ولسان وجوارح. صبر واجب إجماع الأمة. رضا رضا مستحب. شكر أعلى المراتب، أحب وأحب. أن يجعلك ممن إذا أعطي الشكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ليس الإشكال بأن الإنسان يذنب، كل بني آدم خطاء، لكن الإشكال بأن يذنب ولا يستغفر. فإذا وجدت الإنسان أذنب تذكر بالله وتاب تتركه. الإشكال فيما يذنب ويصر على الذنب لكل واحد منا يخطئ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نكمل، ثم بعد هذا يكون الاختبار إن شاء الله تعالى.